الحمد لله تمت في هذه اللحظات اختتام مهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل العربي، وتمت تم توزيع الجوائز وتكريم قامات وطاقات عربية، والحمد لله على نجاح هذا المهرجان، وإن شاء الله كنتمناو نتلاقاو في أقرب فرصة مقبلة ويكون هذا المهرجان يعني في أوجه في أوج عطاء. لا الدورة هذا مهرجان قار في المغرب، ولا أحسن دليل هو أنه مع تعطاته اسم مهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل العربي، فهو بالدار البيضاء وسيبقى في الدار البيضاء. من هنا من الحفل الاختتامي للدورة الأولى لمهرجان فنون الطفل العربي بمدينة الدار البيضاء بطبيعة الحال وبلدنا الحبيب المغرب، نحيي كل من تابع وكل من سيتابع، لأن المهرجان يعني كان فيه البث مباشر عبر كل وسائل أو تقنيات التواصل الاجتماعي وغيرها من البث، وهي متواصلة ورهن إشارة كل من يرغب في متابعتها. فإذا أقول هذه تظاهرة فريدة وسابقة بعالمنا العربي، جمعت بين كل أقطار البلد العربي مشاركات يعني كل أطفالنا بناتنا وأبنائنا من خلال يعني 6 محاور مهمة جدا، واللي هي الفيلم التربوي والقصة القصيرة، اللي هي الابتكار والاختراع، واللي هي المسرح، واللي هي الفن التشكيلي، واللي هي يعني الموسيقى والغناء، واللي هي حتى يعني لا أنسى كلها تذكرت واللي جان دخلوا يعني من خلال هذا الحفل. وحتى لا يفوتني الإشارة إلى محور من أهم أو لجزء من أهم يعني الأشياء اللي جات أو من أهم الأنشطة اللي جات في هذه الدورة، وهي ندوات اللي عرفت مشاركة العدد من البلدان العربية بكفاءاتها بمهنيها بإعلاميها، والتي دارت حول 3 محاور: محور النمو الفنون والنمو النفسي والاجتماعي عند الطفل، الفنون والتربية، وأيضا الفنون والطفل في عالمنا العربي أي واقع وأية آفاق. ولن نقف عند هذه النقطة، بل لقاءاتنا إن شاء الله وندواتنا ستستمر من إن شاء الله من هذا الأسبوع، لن نقف. وخرجنا بمجموعة من التوصيات ويعني شاركناها مع كل من يتابع حفل الاختتام، وسنرفعها رفعناها وسنرفعها لكل المؤسسات والهيئات وكل من يهمه شأن الطفل والطفولة العربية. وكما أقولها دائما وكيفما قلتها لكل منابر الإعلامية، صراحة هنيئا لنا بهذا الحدث، بهذه التظاهرة مهمة جدا جدا في بلادنا العربية، لأن الطفل هو رجل الغد. وكيف ما قالها الأستاذ برشيد الله يعطيه عليها الصحة، الأستاذ عبد الكريم برشيد، الطفل أبو الرجل، أبو الرجل. جميلة جدا. فإذا هنيئا لنا بوليداتنا اللي شاركوا، هنيئا لنا بلي فازوا، هنيئا لنا بلي غادي يفوزوا إن شاء الله في الدورات القادمة، وهنيئا لنا بهذه التظاهرة. لنا كل الشرف، حظينا بالشرف تنظيمها. ولن نقول وداعا ولن نقول إلى اللقاء، وكما قلتها في آخر كلمة بالمهرجان سيظل الستار مرفوعا. شكرا جزيلا للجالية نيوز على المواكبة وعلى الحضور من أول يوم لفعاليات مهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل العربي، شكرا جزيلا. ننتظر الدورة الثانية بل للغد، غدا إن شاء الله مباشرة بعد الاختتام سنشمر على سواعدنا، ولن يسدل الستار، لن يسدل الستر، سيظل مرفوعا بفضل كل المجهودات الجبارة والقيمة والصادقة.